هاي دار النوايب عتبوها وعلى حال العقيلة ناشدوها، لا خيم وتلوذ بيها ولا زلم وتحن عليها، شلون بمر اليتامى حيروها. وهاي دار النوايب عتبوها. سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، أعظم الله لنا ولكم الأجر والعزاء ونحن وإياكم في هذه التغطية الخاصة من باب قبلة الإمام الحسين في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، وستكون هذه التغطية مع المواكب الخدمية والحسينية وهم يقدمون الخدمات للزائرين والوافدين إلى أبا الأحرار الإمام الحسين، فابقوا معنا. حسين انا ذاك المحب خلص شباب ينتحب، فدوى الشباب الاكبر افني عز شبابي، ابكيك والطمع الصدر مو للثواب وللاجر، ابكيك لانك تستحق دمعه مصابي. عايشي وياكم ساداتي، ميتي وياكم معكم معكم. دنيتي بلا كربلا، وانا كل سنيني بلا بلا، على غير حلا الفرح ما انا جزعي وكمدي. وهذه عودة مرة أخرى مشاهدي ومتابعي قناة المهدي الفضائية، بعد أن غصت مدينة كربلاء المقدسة بالزائرين هذه الزيارة المليونية التي يتوافد عليها من جميع أنحاء العالم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ونحن وإياكم في هذه التغطية مع أحد المواكب الخدمية التي تقدم الخدمات من الطعام والشراب للزائرين، لنتعرف أكثر عن هذه الخدمات. سلام عليكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر والعزاء. وعليكم السلام ورحمة الله، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته الأعزاء. الله رحم الله والديكم. الله يبارك فيك. احكي لنا عن موكبكم، صار لكم كم يوم انتم هنا في كربلاء تقدمون هاي الخدمة الجليلة للزائرين؟ احنا من بعد السقوط مواكب كان عندنا هنا، مواكب من قبل السقوط، فسفرنا رجعنا بعد السقوط وبدينا البداية. حتى السادة المشاهدين يكون على إيضاح، تم تسفيرهم من قبل اللانظام البائد الصدامي المجرم. صحيح. نعم. سنة 1981. نعم. ورجعنا ورا السقوط مباشرة وباشرنا بالموكب، والحمد لله ولحد الآن دان باشر بالعمل. الله يحفظكم. لأن هذول الزوار الحسين احنا من هناك جايين على مودهم. الله يبارك. مو هناك بنقدر، عندنا مواكب بس. نعم. الحمد لله والشكر صار لنا تقريبا الخدمة الجليلة. الحمد لله والشكر. جوار هو احنا كم يوم هنا قدم؟ احنا صار لنا تقريبا 6 أيام. يعني احنا من أول محرم كنت نبدي، بس الموقع أخذناه شوي متأخر هالسنة، صار لنا 6 أيام دا نقدم الخدمة للزوار، فعدنا يعني بعد التمة اللي غيناه مباشرة فقط بس وجبات سريعة. نعم. الكنتاكي والقاس والشرابي، الوجبات اللي يتم يعني يوميا نقدر نقول كنتاكي 6000 وجبة. نعم. غذائية. نعم. والقص الغداء 6000، والقص اما يبدي من ساعه 12 بالليل ولي فوق ام تقريبا 6000 7000 لفه عندنا. لا من عدا العصائر يعني والماي نقول يوميا 12000 وجبه. بلي. سريعه. بلي. تقدم للزائرين الحمد لله والشكر. تمام.
عدد الخدمة، عدد الخدام يعني الخدمة اللي يجون ويانا من نيران تقريبا نقدر نقول 60 نفر يجون ما شاء الله. وجماعتنا العراقيين اللي ما يقصرون ويانا من أنفد 50 نفر يجون الحمد لله. الله يبارك فيكم. عراقيين وإيرانيين واحد. ومسفرين كلنا الهدف واحد. واحد الهدف حسين. هو الحسين الحمد حسين. لله والشكر الله يحفظك. الله يحفظك. اليوم أنه أنت هاي الخدمات اللي تقدمها للزائرين اليوم والوافدين احنا نشوف مو بس عراقيين جنسيات مختلفة من الخليج ومن أوروبا ومن الغرب هاي الخدمة اللي تقدمها للزائرين تحس بعدك مقصر ويا الزائر لو كفيت هذا هو؟ لا والله مقصرين وياهم أنا الكل أصدقائي واللي وياي يشتغلون أقول له بوس إيد الزائر إيش ما تقدر قدم له خدمة هذا زائر على رأسنا يعني الشرف إن نخدمه إحنا إيش ما عدنا وجايين وعايفين اللي كل اللي عدنا والما عدنا بس الخدمة الزوار الحسين وإن شاء الله وإن شاء الله هو يوم القيامة شفيعنا بس ما نريد كل أي شيء نسأل من الله أن يوفقكم لا يا أمين الخدمة التي لا تعد ولا تحصى عظيمة إن شاء الله يتقبل من الجميع الله يبارك فيك الله يحفظك الاسم سيد خضير الهاشمي الله يبارك فيك الله يحفظك سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية ها هم خدمة الإمام الحسين بهذا الشرف الكبير الذي لا يناله إلا ذو حظ كبير وعظيم وهم يتشرفون بتقديم الطعام والشراب إلى زائري الإمام الحسين وأخيه العباس سننتقل إلى موكب آخر ونرى ماذا يقدم للزائرين فابقوا معنا دمع اللي ذي بخدي كتر هالدمعة هي اللي هطب للجنة باكر ريد المناصر يحضرك هذا نجيتك أنصرك ساحة قتال اليوم ميدان الشعائر عايش وياكم سادات ميتي وياكم رجعنا وياكم سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وتحديداً في هذا الموكب المبارك الذي يقدم مجموعة من الخدمات للزائرين وكما يقول أقدم كل شيء فهو قليل للزائر السلام عليكم معظم الله لنا ولكم الأجر والعزاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلاً وسهلاً بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله لكم الأجر ونعزي صاحب الزمان وشيعة أمير المؤمنين بهذا المصاب نرحب بكم بقناة المهدي أهلا وسهلا بكم طبعا موكبنا هذا هو هيئة ثوار الحسين الخدمية بلشنا ابتداء بتغيير الرايات اليوم 9 محرم اليوم إنه 11 يوم في الخدمة ومستمرين في هذه الخدمة لغاية 13 محرم أي يوم دفنة الإمام الحسين ودفن الأجساد نعم خدماتنا مستمرة الشاي بشكل دائم الحامض المي بشكل دائم بعض الوجبات الخفيفة نخدم الزوار في أي شيء حتى الزائر إذا يحتاج مكان منام ودي لبيوتنا للحسينيات فأي خدمة نقدر نقدمها للزائر ندلي الضائع أي شيء نقدمها لخدمة الإمام الحسين وهذا شيء قليل وهذا الشيء اخذناه بالفطره تربينا عليه اليوم احنا نخدم اكيد 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 اليوم انا واقف واولادي وياي واصدقائي وياي خدمت هذا الموكب كل الموكب اليوم كل هذه الشباب اللي تعمل تستمر بالخدمه لها الشرف واليوم هذا خدمه الامام الحسين شرف ما من بعده شرف اكيد انت تشوف اليوم اللي عنده موكب صغير السنه اللي بعدها تطور وكبر شاف بركه الامام الحسين اكيد اكيد حتى هو هذا الموكب كان موكب صغير شوي شوي تطور بخدماته وكثرت وان شاء الله باعداد العاملين احسنت باعداد العاملين سنه عن سنه جاي تكثر الزوار وتزيد وكذلك خدمه الموكب تكثر وتزيد والخدمات تكثر وتزيد سؤالنا لربما العالم يعني ينظر الى كربلاء المقدسه وانت احد خدام الحسين في هذا الموكب الزائرين هم فقط عراقيين أم أجانب حتى تكون الصورة أكثر للعالم من خلال الأمان الخدمات اللي يقدمها
صاحب الموكب للزائرين، فأنت الرسالة اللي صاحب الموكب شنو اللي توصل للعالم من خلال اللي أنت تشوفه؟ والله احنا اليوم نخدم زوار الامام الحسين، سواء كان عراقي اجنبي من خارج العراق، يعني اي موجود اي زائر اليوم تلاحظ انت بين الهندي الباكستاني الايراني الخليجي العربي، احيانا حتى غير المسلمين تلقي. يعني اليوم الامام الحسين ليس للاسلام وانما للانسانيه جمعاء، فاكيد كل زائر اليوم كل واحد يطع ارض كربلاء ارض الامام الحسين اكيد نخدمه ونخدمه بعيوننا. الله يحفظكم ويسلمكم، الله يرعاكم. اليوم فرصه هذه الخدمه اليوم، يعني احنا احيانا ما نقعد يعني نستمر بالخدمه، اللي نقول اذا فات علينا الوقت فاتت علينا الخدمه، يعني الحمد لله على كل حال. الله يحفظكم. انا السيد حيدر السلطاني من مدينه كربلاء المقدسه. الله يبارك فيك، يعزك يسلمك، الله يرعاكم. سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين وإياكم في هذه التغطية وإلى موكب آخر، فابقوا معنا. وهذه انتقالة مشاهدي قناة المهدي الفضائية في هذا الموكب المبارك الذي يقدم الوجبات من الطعام من الشراب على الزائرين والوافدين إلى كربلاء. السلام عليكم وعظم الله لنا ولكم الأجر والعزاء. رحم الله والديك، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبا عبد الله الحسين، نعز العالم الإسلامي ولا سيمنا المراجعنا العظام والسيد السيستاني طال الله عمره في هذا المصاب الجلل. نحن موكب أبو ذر الغفاري من أهالي كربلاء نقدم الوجبات الغذائية من الصباح حتى المساء، وجبات سريعة ونعمل التمن القيمة والتمن باقلة والبرياني، يعني يوميا متواصلين بالوجبات الغذائية 2000 معون 300 نفر يوميا نغذيهم من غير الشرابت. عفوا حجي تذكرت يومية 2000، هذا بس بالغداء لو لا من الصبح لليل 2000، لا هاي بالعشاء بس العشاء نطيه 2000 متر 2000، والظهرية نسوي شرابت والعصائر نوزعها درجة الحرارة غالية عالية. اي والله الحمد لله والشكر رب العالمين. صار بجد هنا بهذا الموقف، احنا صار لنا بهذا الموقف صار لنا حوالي 29 سنة بهذا المكان. نعم. 20 سنة ورا السقوط مباشرة بلشنا بهذا المكان والحمد لله رب العالمين، نتمنى من الله التوفيق. وهاي مسيرة آبائنا، أبويا كان يعني كان شرع إقبال أبو الفهد الوحيد كان هو يطبخ ثم القيمة، وإحنا تعلمنا منه. الله يبارك. تعلمنا منه وخدمة الزوار خدمة الزائرين والحمد لله والشكر. وإحنا أنا النوب أنا وأولادي كبروا همين دي يخدمون الحسين الحمد لله والشكر رب العالمين. والصبح منطي وجبات الريوق بالأخص هذين الأربع أيام الأخيرية، نطي بيها الشوربة ونطي بيها الحليب ونوزع الماء. الله قاسمة. أي والله رحم الله أمك وأبوك. حجي عفوا للمقاطعة، طيلة أيام محرم الحرام بهذه الشيبة المباركة وهذا العمر أطال الله في عمرك، أبا عبد الله قبالك، مرقد الحسين قبالك، إجاك فد؟ ما أطلب منه فد حاجة، أنا إذا ما يطني أقول يا أبو عبد الله مروتك فلان شيء، والله العظيم ما يقصر ويانا، احنا خدامه وخدام زواره، يعني هو جاي الزاير عزيز الله وعزيز الله وعزيز الحسين، يجي كربلاء يجي زيارته واحنا بخدمته، ما كل شيء نقدم له نستقبل الزائر بكل رحابه صدر. مثلا ذول الزوار يجون مثلا يريد ماعونيه نطي وثلاث ماعونيه نطي، يعني هذول يعني اكو ناس أضعفاء يجون. أيوة. أضافة رسالة حتى نوصل للعالم أنه المواكب الحسينية هي فقط ليست مأكل ومشرب، بل هنالك منزل للمبيت. منزل المبيت موجود عندنا هاي الحسينية. نعم. من نقعد بيهم الحمد لله رب العالمين، ما نخلي الزائر حاير. مثلا إجا ضايع عند اللي إجا مثلا يريد تليفون نعطيه تليفون نخابر، من خلي حاير اي زائر هنا. أنا واحنا اهل كربلاء خدمه عظيمه لزوار الحسين. الله نتمنى الله من الله التوفيق والسعاده، ونشكر قناتكم قناه المهدي الفضائيه السباقه بكل
الخدمات اللي تقدمها للزوار. الله يبارك ويرحم الله امك وابوك. الحاج سعد كاظم المسلماني. أحسنت. رحم الله والديك. سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، بهذه الدموع وبهذه الفطرة وهم يتشرفون بخدمة زوار أبا عبد الله الحسين، وها هي كربلاء تتوافد عليها الملايين يوما بعد يوم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مستمرين وإياكم في هذه التغطية من كربلاء، فابقوا معنا. الله يبارك فيك. فاطمة كل عام تشكر الخدام، لا ما تنساكم يا الخدمة حسين. فاطمة بأول محرمها وصفرها تجازي أصحاب المواكب والخدمها، للي يقدم خدمته تقدم شكرها. شكرا من الزهرة يا ناس اشكبرها، فهنيئا لهؤلاء الخدام. وصلنا وإياكم سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية إلى ختام هذه التغطية وهذه الجولة. انتظرونا في تغطيات أخرى. في أمان الله وحفظه.